تي على بعد خطوات من بلوغ ربع نهائي الأبطال، لكن الفريق العائد بالفوز من ميدان شالكي في ذهاب دور 16 قد يجد نفسه خارج المسابقة الأوروبية بعد التسريبات التي نقلتها وسائل إعلام أكدت من خلالها التفاف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على قواعد اللعب المالي النظيف المنصوص عليها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. التسريبات استندت إلى عدد من الرسائل الإلكترونية نشرت في نوفمبر الماضي قبل أن تظهر حزمة جديدة منها يوم السبت كشفت عن محاولة النادي الإنجليزي الالتفاف على القوانين من أجل عدم التقيد باللعب المالي النظيف. مجلس إدارة وكادر هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد فور ظهور الرسائل أن السيتي قد يواجه أعنف عقوبة إذا ثبتت صحة المزاعم، وهو ما يعني استبعاده من دوري الأبطال. التحقيقات التي سيخضع لها السيتي بل قد يخضع كذلك لتحقيق من طرف الاتحاد الإنجليزي بخصوص ضم اللاعب الأرجنتيني برونو سوكولين الذي تعاقد معه النادي وأعاره إلى فالنسيا قبل أن يتقل بين عدة أندية، وذلك بزعم أن السيتي ضلل الاتحاد الإنجليزي بشأن ملكية طرف ثالث لعقد اللاعب، خصوصا بعد تأكيد الاتحاد أنه على دراية بهذه الادعاءات التي يأخذها بعين الاعتبار. أعلن المجلس